ولكن بحال العام الاخر ماش كاين شي زياده، ولكن حتى العام الاخر كان زايد، يعني حتى العام راه زايد. حتى الاثمنه ديالهم بين 80 درهم 90 درهم، الجنجلان هكا 30 40. حتى بنتي غاليين كلشي، الاسعار كلشي فين ما مشينا، لا الخضره لا التوابل، لا فين ما مشينا لقينا غير الغلا بنتي، لا في الديسير لا ما كاين حتى شي فرق، ما كاين حتى شي غلا، ما كاين حتى شي حاجه. الاثمنه هي هذه، كلشي هو هذاك. ايوا كلشي لقيناه طالع، لا البيض لا العدس لا الحمص لا اي حاجه، ارتفعت في هذا الاخر ديال شعبان كترتفع واحد بالنسبه، ماشي واحد النسبه كبيره، ولكن واحد النسبه يعني قليله كترتفع، ماشي شي اسعار ما كتزادش بزاف. بحال هكا كانت 40 درهم كتزاد ديك 5 دراهم في كل حاجه. دابا البقير 78 درهم وصل، الغلا 180 درهم، كان ب 75، كان 75 تقريبا 5 درهم زاد. لا العام كامل كيف كيف، ثمن مزيان، ثمن مزيان 100%. المصاريف كتزاد، حوايج اللي ما كنستعملوهمش في الايام العاديه كنستعملوهم، دابا مثلا ولا كيطلع غالي ما كنستعملوش في الايام العاديه. ها هو هذا زائد على هذا الانسان في رمضان كيكثر على راسه بالكماليات، ها التمور، ها الحلويات، ها عرفتي البغرير، كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. ولكن كاين نيت في حق الانسان اللي عنده الامكانيات يبقى يكثر على راسه، وكيبقى واحد الصراع طبقي، كل واحد يبغي، وهالشي اللي كاين. يعني زائد على الايام العاديه، يعني التكلفه نتاع رمضان باينه زايد، يعني كنشوفها غير من راسي يعني كمثال. وهالشي شيء معروف انه فيه تكلفه زايده. ما تيكون طالب كتا من العرض وانت تعرف واحد الزياده اقبال على المواد كاع جميع المواد، كنت يكون واحد الزياده طفيفه ماشي كثير، واللي على حسب الطلب ديال اللي تيكون طلب كتا من العرض. حيت يكون الانسان العام كامل ما مسوقش لذاك المنتوج، ملي كيتوصل ديك الوقيته كيكونوا محتاجين كتطلع الاسعار عادي، ولكن الا بقى في الاثمنه ديالو يكون احسن. حنا راه كناكلوا بعينين عاد كناكلوا بكرشنا، فهمتي؟ ضروري كتشبعي بعينك عاد هاد الدار كنبغيو كلشي يكون في الطبله، وكلشي يعني كيعرف رمضان خاصك الطبله تكون كلها كومبلي. هذاك الشيء عاوتاني ان شي حاجه كبيره، ان حنا كتكون عندنا ديك الطابله مصاوبه، الطابله هذا، والعائله كتجمع، يعني انا زعما داك الشيء عادي تقاليد. تدور في المسؤولين في هادشي، السوق هو اللي كيحكم، هو اللي كيحكم، ما عند حتى شي واحد الدور تاعو في هذه القضيه باش يزيد. السوق هو اللي كيلعب، يمكن واحد يشري الجلجله بشحال هذا على اساس باش يتزاد، يقدر يطيح ويقدر يتزاد. يعني السوق اللي يمكن واحد مثلا الكميات التجار هما اللي كيقدروا وما يقدروش يتحكموا. السوق كيلعب بواحد الطريقه غير ما يمكنش تحكم فيه بواحد الشكل ثابت، او الواحد يزيد في الثمن ما يمكنش. غلا المسؤولين خصهم يديروا الدور ديالهم، ينقصوا لنا شويه، الله يجازيهم بخير. راه كنمشيو للسويقه ما كنجيبوا حتى حاجه، كلشي بغينا نتقضاو في رمضان، ما لقينا لا التمر، الزبيب، كلشي داكشي، الزيتون، البرقوق، كلشي داكشي اللي مشينا نتقضاو كنلقاو غالي. الله يجازيكم بخير، قولوا للمسؤولين يحاولوا علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.